ابني غير عطران ده. عين الله شو الملح طبعا اطرين بهذه عذبتنا للأمانة. طققتها كم مرة تشتغل تقعد له اسبوع 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 ونص ما تقبض ما طقت ما تشتغل. طققتها لما دخت عاية تشتغل حد المرة لابد ان نغيره خلاص. عين الله ان شاء الله. قبل فترة البعض دخل علي منظف البيبان حقت المكيف التسبير قال ما يحتاج انك تحط فلاش وتحط مدري ايش وتحط بس ربص نتطلق الملح. لا ملوحة الم المالح غير يعني الم المالح من حين ومالح ما بالك إذا ملح بصم كيف صحراوي غادي جلفنه قوية غادي قوية بالحيط غادي الم المالح ملوحته قوية بمعنى أن إذا تحول للأملاح غادي أملاحه جدا قوية ومجلفنه. شوفوا شلون هذه أملاح هذه أملاح أنا مطيت النظف البيبان حقتها مكيف غير تفرق. أما ملوحة الم الحلو بمعنى الم الحلو حطيته على مكيف صحراوي مع التكرار يبدأ يتحول إلى أملاح فملوحته جدا سهلة وسهلة التنظيف سهلة التنظيف ما يحتاج لو تبسد على قولتهم تطلق الباب مرتين طاحت كل الأملاح. أما ملوحة الماء المالح تفرق 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 حتى وإن غيرت الماء. أنا حطيت فكري إني أغير الماء كل بين فترة وفترة وبرضه فيها ملح. أيوة إن شاء الله تبارك الله تلوه مروح تسحب ما شاء الله. شوف 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 قوية ما شاء الله. البعض ممكن يتساءل يقول وراك حاط مكيف واحد على كل شبوك. لا لا هذا تعزيز أنا حاطه بمعنى أصح دعم له. الهواء الحين يجي على آخر خمس شبوك هذا الشبكة الخامس هذا ثم يجي يضرب الشبكة السادس هذا حين يعز ويضرب الهواء بدل ما يصير الهواء منه بتياره لا يضربه ويدعمه بهواء زيادة بعد بروده ثم رحت الشفط تسحب كذلك وتدعم إلى آخر شبوك. تحياتي لكم. زين أني انتبهت لها ما أدري شلون هذه طالعة ونشبة هنا هذه كل لبوة السست ذي نازلة تشوفون هذه نازلة ونشبة هنا شيء عجيب والله لكن الحمد لله لحقنا عليه يعني اني شيكت دخلت على شبوك شيك. نقطة أخرى شوفوا أثر الملح تشوفون هذا ترى كلهم لاحظة تشوفون ذا شوفون المقابل ترى السلبية علي أنا هذه مو على السقاية ليش؟ لأني أنا عدم متابعة للسقاية المفروض أنظرهم متابعتهم لكن من ناحية أن ريحتهم فعلا ريحتهم فعلا فعلا ريحتهم عن السقاية الأولات لكن السلبية من أنا لأني ما تابعت السقاي بمعنى صح ما نظرته والمفترض أني كل بين فترة فترة تابعه والمفترض بعد كذلك أني أنظفه عشان الأملاح عشان ما تسكر بعد كذلك ما تعلق. تحياتي لك. طبعا هذه صيدلية بيطرية متعاملة معها من زمان كم مرة أصورها لكم كان به شخص دكتور توفى الله في الأرحم بيطري نصوح 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 بلحي ما لازلت متعاملة معه الصراحة مع اللي عاملين يعني بسط الصيدلية لكن للأمانة أعطيك نصيحة عامة أي شخص الوقت هذا تلقونه نصوح تمسكوا به نادر ما تلقى الشخص اللي ينصحك بأي مجال واللي ينصحك يعرف أنه ناوي لك الخير ترى فأنه يحب غيره وما يحب لنفسه عملة نادرة النصيحة تلقاه الوقت هذا. تحياتي لكم. يوم أتكلم عن النصائح كنت جاء عندي أنا مرض عندي دجاجي كنت تكلمت عنه كان ذيك الوقت صوص عمارة تقريبا شهرين وجاء مرض عندي والمرض جدا قوي لجاء لكن ولله الحمد أول شيء بتوفيق من رب العالمين قبل كل شيء زائد أنه نباهة المربي زائد البيطر اللي أنت تتعامل معه جدا نصوح خمس أمراض دهمتاً فأنت مخير بين أنك يموت جميع حلالك لا قدر الله في حالة أنك ما عالجتهن وكمية جدا عالية وأنك تعالجهن هذه أقل الخسائر العلاج أنا أشوف أنه أقل الخسائر الموت هذه خسارة فادحة بالحيل لأنه بيموت عندك كميات عالية يمكن يموت جميع القطيع عندك وطلعت فعلا بأقل الخسائر بعد توفيق من رب العالمين بأقل الخسائر طلعت وأقل الموت ولله الحمد
توفيق من رب العالمين زائد نبهة المربي زائد البيطر اللي انت متعب. اي كقبل يوم قل ناظر عسى ما صار به شيء، لكن الحمد لله اللهم لك الحمد. خليك على مروحة سات. شوف الاملاح، هذا مكيف عندي في الملح، شلون بوريكم شيء من اللي ينقط من المكيف. شوفوا الملح ترسبات عشان تصدقون بس. شوفون الملح شلون اقشر. غنمة ناظرة، خل اغنم ملح انه ما يرزين، هذا ملح طبيعي ذا. صيانة هذا غطاس ذا، حلت الماء برا نغيره، ننظف الارضية، طين مليان طين، والبيبان كذلك ننظفهن. البيبان مليانات صراحة ملح، بما أن الماء ألمع عندي من المزرعة فالأملاح عندي ما يحتاج. شوفوا شوفوا ملح، فالبيبان أنا مربصنا الآن، حاطن عليهن نجرب عليهن تجربة بناظر هل هو ينفك الملح أو لا. نشوف، حاطن الحين على قراتهم لمدة نص ساعة وأزود بيشوف عنها. قال لك احد غربي للنبي له صبر، فعلا غربي للنبي له صبر. هاي نروح يا عبد الله، وش حاط تحت الموصله؟ حاط دباي وابرض ما شاء الله. شو هذا؟ شوف الثاني، هذا اقوى، ذا ابراض، ذا قوي، ذا ما شاء الله. خليه يرجع على شبوك بعدين. عربي شلون دول يا بحط عصفير ادهن عايش شنو بواسطه. تري بعد بس شو اسمه البيبان بس يربصن عشان نخلصهم مره واحده نقفل. الحين بس نحتري ينتري شيك على سيره، شوف السير حقه بعدين صدقون عاد يوم فتحته مرقة هذه بوسطة ناسية، لازم اشتغل بذا كم مرة يا معدل الصاج حقه. رايحين يتفاعل، بعضهم قال حط خل، بعضهم قال حط موية نار. على العموم أنا جربت حركة، حطيت فلاش وحطيت كرولوكس، لكن للأمانة اللي بيجربه خصوصا بكميات ماء قليلة لابد أن يكون حذر، لابد أن يكون حذر جدا جدا. ريحته قوية، أنا جربته على صاج عندي بطلع منه وصخ يتفاعل، لكن جدا يطلع ريحة جدا كريهة بالحيل، إذا ما تحملت قد يغمى عليك، فلهذا كن حذر. أنا حاطن ترى فلاش كرولوكس وخل، حاطن جميع هذول حاطن لحد الآن. شوفوهم يتفاعلن عشان تطلق الملح شوي، يلين الملح تطلق يعني، يا على قولتهم يطلع البسيط ثم الباقي يصير لين، مجرد انك تضربه بلمة بس يتفكك. لكن الأمانة هذه لك كن حذر، اقدر انا اقول لك حطه وما عليك ما راح يجيك شيء، لكن للأمانة دائما انا اصير حذر بالامور هذه واحذر غيري. ممكن غيري يقع باشياء يعني يجهلها، قد يكون عنده حساسية، قد يكون عنده اشياء، قد يكون عنده مشكلة بالتنفس بالصدر، لأن هذه أشياء مواد كيميائية بالأول والأخير ينبعث منها أشياء وروائح أحيانا البعض ما يتحمله. فخل دائما شعارك كن حذر خصوصا بالتعامل مع المواد هذه. يا الحق ذا الروم فقعد واي.
يهديك، احس ان يوم من الايام بدخل الشبكه تماسك انا اليوم. شوفون امشي هناك امشي. عملية تنظيف كل هالحوشة ذي بنقش استعدادا، هذه بنمسح لي. هذه نظل لي كلب ونبي نمسح ودد نسك المربيع الزين طلعوا، اللي ما يبغى خلاص ودع. هذه بقايا شبوكنا الأولاد. روح مشينا.